نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. أهلا بكم. الأسبوع الماضي أقفل على قمة، ونهاية الأسبوع الحالي ستفتح على حكومة، وعلى ما يبدو سيوضع الفول بالمكيول. فبعدما انتهت القمة العربية التنموية في بيروت بمفاعيلها الإيجابية، من جديد إلى السعي دور على مسار العمل لتأليف الحكومة اللبنانية بعد مرور 8 أشهر على التكليف. بصيص الأمل بقرب التأليف لمع عصر اليوم من عين التيني من لقاء بري الحريري، والذي استمر نصف الساعة، غادر بعده الرئيس المكلف من دون الإدلاء بتصريح، فيما تولى رئيس البرلمان التأكيد أن الجو نشط ومرتجى، وأن الرئيس المكلف يأمل ولادة الحكومة خلال أسبوع أو أقل من أسبوع. وإذا كان كلام الرئيس نبيه بري ينطلق من باب الرجاء الضاغط أو من باب مفتوح على زخم الاتصالات، فإن ضيق الهوامش المحلية على المستويات الاقتصادية واستدرادا المالية والحياتية وتصميم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على المضي بقوة في مسيرة الإصلاح والتحصين الاقتصادي من جهة، والتحديات الإقليمية ومخاطر التربصات الإسرائيلية وصواريخها واستفزازاتها وادعاءاتها والتحولات الدولية من جهة ثانية، كل ذلك يرفع من منسوب العوامل الضاغطة والملحة نحو تأليف الحكومة وبأسرع ما يمكن، وهو ما شددت عليه اليوم كتلة المستقبل وقبلها تكتل لبنان القوي وبلهجة عالية النبرة السياسية. والواضح أن اتصالات الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة ولو بأي اتجاه على مسار التأليف. إذن من عين التيني الرئيس نبيه بري بعد مغادرة الرئيس المكلف بعد اجتماع دام نصف الساعة، أكد الرئيس بري أن الجو نشط ومرتجى، والرئيس الحريري يأمل في ولادة الحكومة العتيدة خلال أسبوع أو أقل، مؤكدا أيضا الترفع، داعيا الجميع، جميع الأفرقاء، إلى الترفع عن وسوساتهم الداخلية ونزاعاتهم الشخصية. جولة مشاورات جديدة في شأن تأليف الحكومة جمعت رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني على مدى أقل من ساعة من الوقت، غادر بعدها الرئيس الحريري دون الإدلاء بأي تصريح. الرئيس بري وبعد مغادرة الرئيس الحريري أكد في دردشة مع الإعلاميين أن الجو ناشط ومرتجى، مشيرا إلى أن الرئيس الحريري هو بصدد تكثيف مساعيه ويأمل أنه خلال أسبوع لا بل أقل أن ترى الحكومة العتيدة النور، مؤكدا في الوقت نفسه أن لا مشكلة على الإطلاق مع الرئيس الحريري، نحن ككتلة التنمية والتحرير وكذلك مع كتلة الوفاء للمقاومة، موضحا أن العلاقة جيدة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. وردا على سؤال حول طلب النائب جميل السيد من الرئيس بري بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس النواب مفتوحة لمناقشة أسباب عدم تأليف الحكومة، قال الرئيس بري: أعرف واجباتي وأعرف مصلحة البلد ومكونات البلد وتركيبته وشبد البلد، مؤكدا أن البلد بحاجة إلى حكومة، خصوصا وأن الاعتداءات الإسرائيلية على أشدها ليس على سوريا فقط إنما على لبنان أيضا، وأي تطور في وضعنا حيث لا حكومة ولا من يفرحون ولا من يحزنون يشكل خطرا على مصير البلد. الرئيس بري أشار إلى أنه في حال لم يصبح الوعد قاطعا ولم تؤلف الحكومة، قد يطلب من مجلس الوزراء الانعقاد للسير في موضوع الموازنة، إضافة إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية وتفعيلها في مجلس النواب. وأضاف الرئيس بري بأنه آن الأوان بأنه يجب على الجميع الارتفاع عن وسوساتهم الداخلية ونزاعاتهم الشخصية، موضحا بأن صيغة 32 وزيرا غير مطروحة عند الرئيس الحريري. من جهة ثانية، الرئيس بري كان قد التقى قائد القوات المركزية الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل على رأس وفد عسكري بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وتم عرض التطورات في لبنان والمنطقة. الرئيس بري التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وتم عرض الأوضاع في البلاد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن معركة مكافحة الفساد بدأت ولن نسكت عن عذاب المواطنين.
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أننا بدأنا اليوم معركة مكافحة الفساد، وكنت بانتظار حكومتي ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية أكبر، ولكن هذا لا يمنع من البدء بها في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده. وقال أمامنا صعوبات كثيرة علينا تذليلها، وسوف أسمي الأمور بأسمائها، لأنه من غير المقبول البقاء على هذا النحو، فهناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب. وشدد الرئيس عون على أنه من المؤمنين أن الله يساعد الإنسان الذي يساعد نفسه، ويجب علينا إصلاح الخلل البنيوي في كل الأمور، لأننا نؤذي أنفسنا بهذه الممارسات. أنا بنتقل بشكل واضح، أنا بشتغل بضميري وأنا أقول أعوج أعوج، ما مقبول أبدا نكمل هيك، وفي قدام صعوبات كتيرة، بس صعوبات ما ننزللها، لا في ورانا شعب هو اللي عم يتعذب. لأنه وقت بلشنا خطة الكهرباء كانت بال2010 بشهر حزيران، اليوم نحن صرنا بعد 8 سنين بعدنا عايشين بعجز. بعرف هو حملونا مسؤولية التأخير ومسؤولية عدم التنفيذ، بالرغم أنه في إقرار سياسي ما بدهم يخلونا نعملها، وطلعت بالصحف فرملة ميشيل عون. هلأ بنقول إن شاء الله توفقوا ساعة يكون ساعتها الله بيريد. أكيد مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله وفدا من وزارة الطاقة والمياه برئاسة الوزير سيزار أبي خليل، ضم المدراء العامين في الوزارة وكهرباء لبنان والمؤسسات العامة للمياه. 55% من الأموال المرصودة بسادر خصصت لوزارة الطاقة والمياه بقطاعاتها المختلفة، وهذا ليش؟ لأنه في إدارة وفي فريق بالوزارة كانوا محضرين خطط ومحضرين مشاريع. واستقبل الرئيس عون قائد القيادة الوسطى الأمريكية جنرال جوزيف فوتل، وذلك في زيارة وداعية لمناسبة قرب إحالته إلى التقاعد. وقد نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي لعبه الجنرال فوتل في تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والأمريكي، والذي ساهم في تمكين الجيش اللبناني من دحر الإرهاب في الجرود الشرقية. وجدد الرئيس عون تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 والمحافظة على الاستقرار على الحدود على رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة. إلى ذلك استقبل الرئيس عون نائب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط تانوس أرفانتس، وعرض معه عمل الصندوق والتعاون مع لبنان في المجالات كافة، كما تناول البحث الحاجة إلى المضي قدما على صعيد مؤتمر سادر والخطة الاقتصادية الوطنية التي ستعرض على الحكومة الجديدة فور تشكيلها لدرسها وإقرارها. الخروق الإسرائيلية تستمر في الأجواء اللبنانية، والعدو الإسرائيلي يتابع بناء الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين. هبة عياد. استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأعمال على الحدود الواقعة بين شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان مقابل بلدات عدة في قضاء مرجعيون، يقابله استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل من الجهة اللبنانية. ففي كفركلا تتابع قوات الاحتلال العمل في تركيب سياج حديدي فوق الجدار الإسمنتي مقابل طريق عام عديس كفركلا. الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية على علو متوسط في أجواء منطقتي النبطية وأقليم التفاح، وحلق فوق القطاع الغربي على علو متوسط وخرق جدار الصوت في أرجاء القرى الجنوبية ولا سيما في أجواء صور. فيما استأنفت مقابل منتزهات الوزان آليتان من نوع بوكلين تابعة للعدو الإسرائيلي أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية خلف السياج التقني لجهة الجولان السوري المحتل، وتقوم بعض الشاحنات بنقل الأتربة والصخور باتجاه قرية الغجر السورية المحتلة. على وقع ذلك يستكمل جيش الاحتلال في العديس أعمال بناء الجدار في الأرض المتنازع عليها في تلة المحافر مقابل البلدة، كما تواصل جرافات العدو حفر خندق في نقطة التحفظ. أما مقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبة، فقد قامت 3 آليات بحفر الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني بحماية عدد من الآليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال. في ملف محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف حسين أحمد بيتو الذي قام بعمليات الاستطلاع قبل تنفيذ عملية التفجير.
نتيجة متابعة ملف محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان بتاريخ 14/1/2018 في صيدا من خلال تفجير سيارته، تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ 21/1/2019 في منطقة الشرحبيل صيدا من توقيف حسين أحمد بتو الذي قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير. وبحسب مديرية التوجيه في الجيش، اعترف الموقوف بتشغيله من قبل جهاز المصاد التابع للعدو الإسرائيلي منذ عام 2014، وأنه التقى مشغليه خارج لبنان وتسلم أعتدى وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل، كما اعترف أنه كلف بمهمة رصد المدعو حمدان بدءا من صيف 2017، وأنه قام بتحديد مكان إقامته ورصد كل تحركاته ونقل المعلومات إلى مشغليه ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة أخرى تم تحديدها بعد عملية التفجير المذكورة. كذلك اعترف أنه بتاريخ 23/1/2018 بعد تنفيذ العملية تلقى أمرا من جهاز المصاد التابع للعدو الإسرائيلي بمغادرة لبنان، فأقام لمدة 3 أشهر خارج البلاد وعاد بناء على طلبهم. في أحدث تقرير لوكالة موديس لتصنيف حول لبنان، خلصت موديس إلى التصنيف الائتماني للبنان إلى رفعته إلى CAA1، وعدلت في المقابل النظرة المستقبلية للبنان من سلبية إلى مستقرة. أشار التقرير إلى أن استمرار التأخير في تأليف الحكومة سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان، وشدد على وجوب استجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على الاستقرار المالي، محذرا من أن إعادة جدول الديون قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز. وزير المالية علي حسن خليل من جهته طمأن إلى سلامة الأوضاع المالية وإلى مسارها. مشكلة تأمين أدوية مرضى السرطان ما زالت قائمة، والمرضى يناشدون الدولة عبر تلفزيون لبنان. ندى الحوت كانت هناك. شو عم بدي يعني؟ في ناس عم بتموت، شو ما فرحني معه؟ شو بدي اقول لك يعني؟ في ناس عم بتموت بلا أدوية، شو بنعمل يعني؟ تفشي مرض السرطان في لبنان يزداد من سنة لأخرى، فالأرقام تخطت 8976 حالة وفاة وأكثر من 17294 إصابة جديدة، وذلك بحسب تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان IARC. فقد احتل لبنان المرتبة الأولى من بين دول غربي آسيا. مقطوع هالدواء هلا؟ عم يقولوا ما في. عم يقولوا لك ما في. وفي عندي دواء مين بياخذوا بنت للرأس مين؟ صار أكثر من جمعتين ثلاثة محتاجين كثير. ما زالت المشكلة قائمة لدى الدولة اللبنانية. السبب الرئيسي الديون المتراكمة لشركات الأدوية على الدولة. في أدوية السكري كلها ما عم توصل على المستوصف. صار هالشهر ما أخذنا أدوية سكري، أنا ويا معنا سكري. لهلا ما أخذناش أدوية السكري. وبحسب وزارة الصحة، ومع موازنة لم تتخطى 155 مليار، كانت الأدوية في الماضي تكفي المرضى، ولكن مع ارتفاع الأسعار باتت الموازنة غير كافية. كتلة المستقبل النيابية التي التأمت برئاسة النائبة بهية الحريري نوهت بالبيان الصادر عن اجتماع بعبدة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، والذي أكد احترام لبنان لالتزاماته المالية، كما رحبت بانعقاد قمة بيروت وبنتائجها موجهة التحية إلى كل مؤسسات الدولة وأجهزتها. كذلك لفتت إلى أهمية مساعي الرئيس المكلف والمنطلقة بعد القمة على مسار السعي لتأليف الحكومة. ترحب الكتلة بالمساعي التي أطلقها الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة مباشرة بعد انتهاء القمة، وتدعو جميع الأطراف التي يتواصل معها الرئيس المكلف إلى التعاون معه ومع فخامة رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني بما يحترم الدستور ومصلحة المواطنين والاستحقاقات الداهمة التي يواجهها لبنان، بعيدا عن طروحات من شأنها إعادة الجهود للوصول إليها إلى المربع الأول، خصوصا وأن شكل الحكومة وتركيبتها الأساسية جاهزة منذ أكثر من شهرين. ثالثا،
تكرر الكتلة أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني تعالج بالإسراع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتطبيق الإصلاحات وتنفيذ الاستثمارات التي ضمنتها الحكومة السابقة في رؤيتها خلال مؤتمر سادر، ووضع توصيات دراسة ماكنزي موضع التنفيذ. تكتل لبنان القوي ذاهب إيجابية لإنهاء الملف الحكومي، هذا ما أعلن عنه النائب إبراهيم كنعان الذي صرح بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: نحن مع الحسم خلال أيام لإنهاء ملف التأليف. كل الطروحات صارت أمامنا، تحدى يقدر بعد يروح يفكر بشي طرح منه متداول هذا مستحيل. فإذا كل الطروحات أمامنا على الطاولة، شو بيمنع نلتقي ونخلص هذه المسألة بطرح واضح، بطرح من كل هالأفكار اللي نحن عم نتداول فيها؟ إذا نحن نأمل خير، الجهد يلي حطيناه واللي نحن عم نبذله يوميا بصدد تفعيله وتثميره، لكن مش لنضيع بقى وقت. إضاعة الوقت اللبنانيين ما بيحملوها، وإذا اللبنانيين ما بيحملوها نحن ما بنحملها. في ساحة النجمة النائب جميل السيد يقترح أن يدعو رئيس البرلمان إلى جلسة لمناقشة الأمور التي تحول دون تأليف الحكومة والتصويت على سحب الثقة. رسالة من النائب جميل السيد سماها ثورة نيابية وإنذارا بعنوان الضغط النيابي لتأليف الحكومة، نشد خلالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعطاء مهلة لتأليف الحكومة تنتهي الأحد المقبل، وفي حال لم تؤلف حتى يوم الأحد دعا النائب السيد الرئيس بري إلى عقد جلسات نيابية بدءا من الاثنين تنتهي بالتصويت على سحب التكليف من الرئيس الحريري والقيام باستشارات نيابية جديدة. وأضاف السيد: من يتواطأ من النواب يكون خائنا للشعب، والخيار الثاني دعوة النواب إلى الشارع للوقوف مع الناس. في دور موجود للنواب، عم ناشد رئيس المجلس ونطلب منه بإلحاح، ونعتبر هاي وجباته الإخلاقية والسياسية أن يستلم زي من... وش عم بقول له بكرة؟ عم بقول له أعطيه مجال للأحد، تبنى هذا الموضوع، أعطيه مجال للأحد، وإلا دستوريا ما عندي غير أنه طالب بالحكومة. هلأ لو في نقاط تانية بتطال المجلس ورئيس المجلس أو رئيس الجمهورية بقلك، بس هلأ الحد الأدنى الشكل اللي بيجمعهم كلهم هو الحكومة، مشان هيك جزء منه عم يترجم عند رئيس الحكومة، ومش عم يترجم منه أنه ينلغى، إن شاء الله يترشح مرة تانية ويصير ظروف يرجع يشكلها. بس هلأ أنا كنائب، أنتو كنواب تمثلون هذا الشعب، عطيناك 8 أشهر ما قدرت، يا شد همتك 7 أيام يا أما خلينا نحرك اللعبة من جديد، ولو بده يعاد تكليفه مش فارقه معي، انا ما عم اقول بدي قاصصه، بس اذا ما حسوا بالسخن كيف بده يتحركوا؟ بدا النائب السيد حريصا على تاكيد ان دعوته هذه لا تتماهى مع اي رساله يمكن ان يوجهها رئيس الجمهوريه الى المجلس النيابي. اللواء أشرف ريفي رد على اللواء السيد عبر تويتر وقال: مطالبة النائب جميل السيد بالثورة حق يراد به باطل، الثورة يجب أن تكون بوجه رموز النظام الأمني، أدوات الوصاية والإثراء بالترغيب والترهيب، الوصاية تستنفر أدواتها، وكلام السيد هو أمر عمليات من حزب الله والنظام السوري لتشكيل حكومة بشروطهم، البلد أكبر منك ومن رعاتك الجدد والقدامى. دعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشايخ والرفاق في الحزب والمناصرين إلى ضبط النفس غدا وعدم توتير الأجواء، وإلى عدم التوجه إلى قصر العدل في بعبدة بالتزامن مع إدلائه بشهادته في قضية مقتل علاء أبي فراج في شويفات، وذلك أمام القضاء في بعبدة. وقال: لدينا الكثير من الأدلة والمعطيات التي سندلي بها. الشروط المطلوبة من لبنان على الصعيد الأمني في مطار رفيق الحريري الدولي مدار تدقيق بين 16 من شباط، وللغاية اجتماع في المطار أكد بعده الوزير فنيانوس جهوزية لبنان. سيشهد لبنان بين 16 من شباط عملية تدقيق أمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للتأكد من تطبيق الشروط المطلوبة
وعشية وصول الأوديت الاجتماعات التحضيرية في المطار على قدم وساق، منها الاجتماع الذي عقد في المديرية العامة للطيران المدني جمع إلى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثل رئيس الحكومة فادي فواز إضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية في المطار ورئيس مجلس إدارة الميدل إيست محمد الحوت وكذلك ممثلين عن المديرية العامة للطيران المدني. أعلن بعيده الوزير فنيانوس أن مجلس الإنماء والإعمار لزم مبلغ 18 مليون دولار مؤكدا على صعيد الاجتماع أننا سنلمس نتائجه قريبا، معلنا في هذا الإطار عن عقد اجتماع قريب عند الرئيس سعد الحريري بحضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية والسياحة وذلك لبحث الأمور المتعلقة بالمطار. التزمين ومنقدر نقول لحديت هلأ حققنا الكثير من المطلوب منا بالأودت من منظمة الأيكاو. نحن مستمرين بهذا العمل لتلبية كل الأشياء اللي مطلوبة منا من المنظمة تمشان يكون، لأنه نحن بالأساس بالنسبة لنا كان الشعار دائما هو سلامة المسافرين وسلامة الطائرات وأمن الطيران وكل هول الأشياء والبرنامج الوطني اللي عم نعمل نحطت المسودة رح نعلن عن توقيعه قبل 6 شباط أكيد نحن ووزير الداخلية بالتنسيق معه. نحن عم نسجل تقدم كتير كبير، تبادل الرأي كان جيد وغني وممتاز وفعال بصب بهذا الإطار اللي نحن نطمح لهم. كل العاملين اللي اشتغلوا بهذه الفترة أدوا عمل كتير 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 ممتاز يبنى عليه. بدي أقول شغلة أخيرة، كل الأجواء اللي تنقل عن المطار لبرا ضقوا فيها قبل ما تقولوها، بليز ساعدونا الإعلاميين بنوع خاص ما ينقال وينعمل من الحبة قبه. من جهة ثانية زار الوزير فنيانوس مركز الملاحة الجوية حيث أقيم حفل تكريم له بمناسبة توقيع مرسوم ترفيع المراقبين الجويين للفئة الثالثة بعد انتظار دام 20 عاما، مؤكدين خلال الحفل العمل على نقل الصورة الجميلة عن لبنان. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الاقتصاد والطاقة وتشديد على أن الأسعار التي ستعلن من وزارة الطاقة في موضوع المولدات ستكون عادلة جدا. شدد وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد اجتماعه بوزير الاقتصاد رائد خوري على أنه سيقام اجتماعات دورية بين الوزارتين الطاقة والاقتصاد لضبط تسعيرة المولدات كل ما دعت إليه الحاجة، وسيتم التحقق بتسعيرة وفقا لاختلاف استهلاك المازوت بالكيلووات في الساعة، مؤكدا أن الأسعار التي ستصدر عن وزارة الطاقة ستكون عادلة جدا. مبادرة نقدر نظهرها للمواطنين كيف فينا بس نركب شبكة ذكية حتى قبل اكتمال القدرة الانتاجية ممكن نقدر نعطي كهرباء 24 على 24. الكهرباء 24 على 24 بتصير لما بيكتملوا المعامل. نحن في معملين وضعناهم على الشبكة الزوق الجديد الجي الجديد، معمل دير عمار يلي تعطل لسبب واهي لمدة طويلة بهيدي الحكومة بآخر جلساتها تم إيجاد الحل له وإن شاء الله خلال هالسنة بيتباشر ببنائه. المعملين الجديد من قبل القطاع الخاص، معمل سلعاتا 1 ومعمل زهراني 2 بهيدي الحكومة، كمان وقعنا مع مؤسسة التمويل الدولية يلي هي رح تكون الاستشاري الدولي اللي رح يعاون الدولة اللبنانية بمناقصة إشراك القطاع الخاص بهودي المعملين. إن شاء الله كمان هيدي المناقصة بتطلقها الحكومة الجديدة وبتكون يعني وبتخلص خلال سنة 2019 حتى يقدروا بالسنة القادمة نقدر نبلش ببناء معملين جديد كبار، معمل سلعاتا 1 ومعمل زهراني 2 وهودي معملين كمان من قبل القطاع الخاص. وزير الاقتصاد رائد خوري أكد أن الدولة ستحاسب كل من يخالف القانون في موضوع العدادات. يلي ما بده يطالب بحقه ما لح يوصل له حقه، آخر شيء هو المواطن. نحن برهنا له أنه هو لما يصرخ نحن حده، ولما يصرخ نحن عم نلبي له طموحاته. كملوا يا مواطنين بهذا الضغط على أصحاب المولدات وعلى البلديات، وكل شكوى بكون تعطونا إياها بوعدكم أنه لح نوصل لنتيجة فيها ولح تقدروا توفروا وتركبوا عدادات ولا يجربوا ياخذوا منكم. انا بعرف الالعاب اللي عم تنلعب، عم بيجربوا ياخذوا منكم اكثر مصاري يلي ما لهم حق، عم بيجربوا يهددوكم بكون يقطعوا لكم الكهرباء، عم بيجربوا يخلقوا لكم عرائيل اداريه يلي بده يركب بده يروح 5 كيلومتر مدري لوين تحت الارض ويعمل ويمضي ورقه. ممنوع، انتم حقكم تركبوا، ما بتتحركوا من بيتكم، هو بده يجي لعندكم ويركب لكم.
إلا إذا مواطن ما بده. هون ما في حدا ما بده، لأنه برهنت إنه التركيب العداد هي بتصب مصحتكم بكامل الوقت. تفقدت عضو كتلة المستقبل النائب ديما جمالي موفدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرة موقع الانهيارات على المسلك الغربي للأوتوستراد بعد نفق حماة باتجاه بيروت، واطلع على الأعمال القائمة لإعادة تأمين مرور السيارات في حضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي. جمالي طالبت وزارة الأشغال العامة والنقل ببذل المزيد من الجهد للإسراع في العمل. عم يتقدم بطريقة كتير بطيئة، وهذا عم يأثر على الحركة بين طرابلس وبيروت، وفي معاناة حقيقية لكل المواطنين اللي عم يعلقوا بعجقة سير. أنا شخصياً علقت فيها، هلأ لي نص ساعة بس هون بهالقطعة عند الجبل، فبدنا نكون يتم الشغل بأسرع وقت ممكن. وهون مناشد وزارة الأشغال وأنه تحط جهد أكبر وعدد عاملين وجرافات أكبر لحتى نسهل العملية إتمام هالإعادة التأهيل بأسرع وقت ممكن. رئيس لجنة الأشغال النيابية السابق محمد قباني أكد أن الضرورة صارت ملحة من أجل تفعيل هيئة الكوارث. لبنان يقع في منطقة تعرضت في الماضي لعدة زلازل، منها ما كان مدمرا لبعض المدن الساحلية، وقد أدت في الماضي بعض الزلازل إلى موجات تسونامي في المنطقة، إذ دمرت بيروت بسبب موجة تسونامي عام 551. وأشارت دراسة للأراضي تحت البحر أن لبنان يقع بالقرب من أخدود قد يؤدي يوما إلى موجة تسونامي كارثية أخرى. يتحرك هذا الأخدود كل 1500 سنة تقريبا، يعني المفروض نبلش نخاف. يهمني الإشارة إلى أن هذا الاقتراح، يعني هيئة إدارة الكوارث، لا يلغي أي هيئة قائمة. أهلا بكم من جديد. عرض مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أوضاع مدينة بيروت مع رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت صائب مطرجي، الذي طالب بتجديد الثقة بين كافة القوى والفعاليات السياسية لتأليف الحكومة، مثنيا على دور الرئيس الحريري بمعالجته للأزمات بصبر وحنكة سياسية، ومتمنيا أن يسارع الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة. وفي دار الفتوى وفد شبابي سعودي من برنامج التبادل المعرفي والثقافي، وتمنى المفتي التوفيق لهم، مؤكدا أن دور الشباب في هذا المجال أساسي ومهم للتعاون مع المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية لما لها من تأثير إيجابي على أتباعها. وداعا ميم نسا، وداعا للراحلة الكبيرة الإعلامية والكاتبة والأديبة، من قداس وجناز في مارمرون الجميزي إلى ثرب شري قرب والدتها. ميم نسا الكاتبة الصحفية الأديبة لامعة، أول وجه تلفزيوني أطل عبر شاشة تلفزيون لبنان، لم تغب في لحظة وداعها، لحظة تحلق فيها إلى جانب العائلة كثيرون من أسرتها الصغيرة في النهار، إلى أسرتها الإعلامية الأوسع، إلى وجوه سياسية وثقافية وتربوية وإعلامية وسواها، جمعتها ماي لتؤكد مرة أخرى أنها جسر عبور إلى وطن، إلى لبنان حلمت به خارج الحواجز، وحملته في قلبها كما الموسيقى التي ترافق الخيال والمشاعر في كتاباتها والمهرجانات التي خطت برامجها على مر الأعوام الماضية. في كنيسة مارمرون الجميزي احتفي بالصلاة لروحها، وتم تقبل التعازي قبل الدفن لتنقل ولترقد بسلام ميم نسا بعد ذلك إلى جوار والدتها في بشري وفق ما أوصت. وزير الثقافة غطاس خوري قلد الراحلة وساما تكريميا وضع على النعش، هو وسام لوطن يثبت أنه لا يزال وفيا لإنسانيته بالتحلق حول ميم نسا لتبقى حية فينا ولتعلو راية الإعلام الحر والثقافة العالية والوطنية المطلقة. اقرأ
إقليميا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد القتلى من جراء الغارات الإسرائيلية قرب دمشق أمس إلى 21 قتيلا، بينهم 12 قتيلا على الأقل من عناصر الحرس الثوري الإيراني. ولفت المرصد إلى أن الغارات الإسرائيلية أوقعت خسائر مادية هي الأكبر من نوعها في مستودعات ومواقع عسكرية للإيرانيين وحلفائهم على الأراضي السورية. مشاهدينا الكرام، نشكركم وإلى اللقاء ليلا. إلى اللقاء.